مساكم الله بالخير. نعود معكم في الحلقة التالية من ردعة وأيام زمان، لنستذكر معا ما هي أولويات ردعة التي ترى أن أولوياتها هو رتب ما فيها إن كانت جديدة، أو تنظيف وترميم القديم منها، وتجديد الملاوي والمغمى، وإزالة الجش القديم الموجود في المغامي، وإذا في فرصة إنها ترتب ميفا جديد ترتبه، لا مانع من ذلك. ثم تطلس بنايتها وتطلس طراريحها وتنقشها وتنخل عرستها بالطين وروث البقر الشائع في ذلك الوقت، ومن ثم تجدد روب مدبية بالقطران الأسود وميضرها، وتتفاقد بقرة وضانها أم دارة. والمركات تنتهي من تلك التجهيزات حتى تنطلق إلى تجهيزات أخرى، وهي البحث عن الحطب، الحطب وإحضاره من الوادي أو الخبت أو مزرب ولا مدرسة المواشي حقها. تسارع أيضا بعد ذلك لانتقاء الحبوب اللي هو الحب، والتي غالبا ما تكون موجودة من البلد المعمال ومروان، والبلد تعني المعمال ومروان، وتتفاقد مطاحنها وأدواتها، مركبها أم جبنة أم فناجين أم مجولة ومحذلة أم تمر أم تختة أم ميز أم مشهف أم جش أم كبريت، وكل ما يلزم للشغل في رمضان. هذا كله من هذا كله بالتعاون مع الراوية سلمى رشيدية والعم جابر يحيى الأمير. كيف يا ردعة قدرت في زمانك تجمع هذه المهن؟ ما حد أعانك إلا خلاق العباد، كل شي في بيت صلحتي بيدك، عسى كيف هي قوتك وصرار جهدك تعدلين أربع حريم. طول يومك شاقية وملي الرعية، في موجع واللي كسر قلبك ببكيا، واللي جايع ما ينام، ولا في قحمك وفنجانه وفطوره، ولا في قحمك وفنجانه وفطوره، ولا جوع مهوش في قلة عجوره، ولا في أمك وأبوك تقسي من نفسك على أهلك وبيتك. آه يا ردعة بروح روحي فديتك، أشهد أنك راس مال. أي أيوة والله أشهد. يا جماعة مثلها فيان شلقاء، من عدها مثلها يا ناس تشقى، في دوبها ومعيال حاضرة متواجدة في كل موقع، تبسط وزرة وفي هذه ترقع، وتجمل في العباد راعية حية وتنظيف وتحافة، قايمة بنبيت وصول الضيافة، منك مثلك في بنات لو هبوا سبع مرة ما جو بظلفك. شكرا لكم، وإلى حلقة قادمة من ردعة أيام زمان. أترككم على هذا النشيد، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أسعد الله مساءكم.